بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تعودنا دايما مشاركة رواد ذات المشاريع في الوطن العربي. يسعدنا النهارده مشاركة المهندس علي هنداوي، واحد من رواد ذات المشاريع تخصصا أو خصوصا في مجال التخطيط. مهندس علي هنداوي ليه خبرة أكثر من 25 سنة في مجال إدارة المشاريع. قام بإدارة العديد من المشاريع الهندسية، آخر مشروع القطار السريع بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية كرئيس قسم التخطيط. كما شغل العديد من المناصب الهامة التالية أثناء مسيرته في مجال الإدارة أو إدارة المشاريع. سنة 1996 مدير فني شركة المقاولين العرب. سنة 2008 مدير تخطيط قطار الحرمين مكة جدة. سنة 2012 مدير تخطيط مشروعات منتجع الهوارة بالمغرب. سنة 2014 مدير تخطيط مشروعات الطرق والكباري بقطر، ووصولا برئاسة قسم التخطيط لمشروع قطار السريع بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. مهندس علي، بالنسبة للشهادات اللي حصل عليها، حصل على شهادة بي ام بي وار ام بي من معهد الإدارة الأمريكي، وحصل على شهادة سيكس سيجما في إدارة الجودة، بالإضافة إلى شهادات أوراكل في سيرتيفايد بريمافيرا كونتراكت مانجمنت، سيرتيفيكيتس أوف بي 6. وحصل كمان، أو المهندس علي عضو أو انتسب إلى المؤسسات التالية: ريسك مانجمنت انستيتيو بي ام اي، أمريكان سوسايتي أوف سيفل إنجينيرينج ASCE، Institute of Civil Engineering ICE. بنرحب بالمهندس علي هنداوي وبنشكره على حضور هذا أو هذه المبادرة الكريمة من سيادته. مرحبا بك مهندس علي. الله يكرمك يا أخي الكريم ويكرم كل الزملاء، وشكرا جدا على إتاحة الفرصة دي، يعني إحنا نتكلم معاكم من أمريكا، من كاليفورنيا، من آخر العالم. ففرصة سعيدة جدا وشكرا جزيلا، وربنا سبحانه وتعالى يجعل في اللقاء يعني خير للجميع، ونقدر ان احنا نقدم معلومة مفيدة لكل الأخوة الزملاء بإذن الله. مرحبا بك يا باشمهندس علي. احنا حابين نبدأ اللقاء بموضوع اللي هو ايه أهمية إدارة المشروعات. يعني احنا بس الأول نتكلم بصفة عامة وبعد كده نحدد أو نتخصص. حابين نعرف من حضرتك اهميه اداره المشروعات، بما ان اغلب شغلك على مدار اكثر من 25 سنه تخصصك في مجال اداره المشاريع. يعني طبعا احنا ما بنتساءل في موضوع اداره المشروعات دايما، حتى بنعمل انترفيو يعني تقول لك to finish the project within time and cost، يعني ان انت دايما مشروع اذا خلص في خلال التايم والتكلفه البادجت بيكون مشروع ناجح. فإدارة المشروعات بتقدر تحدد المسار السليم لتنفيذ أي مشروع، إيه السيستم اللي هيمشي عليه، إيه المسؤوليات responsibilities. معظم الشركات هنا بتطبق معايير الـ PMP البروسيدجر في تنفيذ المشاريع والماتريسز وتحديد المسؤوليات والسوفت ويرز، وبتعمل delivery study. فيعني إدارة المشروعات يعني حاجة مهمة جدا جدا الأيام دي بسبب ندرة الموارد، ارتفاع التكلفة، التغير في الأكواد والمواصفات، طبيعة المشروع بتختلف من بلد لأخرى. فيعني إنك تنفذ مشروع وزن تايم والبادجت، ده أهمية إدارة المشروعات. ببساطة يعني ممكن نقول يعني طبقا للكود سترينز أي كانت، بس طبعا اللي بيطبع الصرف دايما هو الكوست والتايم والسكوب. يعني ما قلنا تريبل كونسترينتس، بعد كده في كونسترينتس تانية برضه زي الريسك وزي القوانين وغيره، بس حضرتك ركزت ايه يعني خصوصا على موضوع التايم والكوست؟ لان في مشاكل كتير قوي مهندس محمد، يعني طبعا معظم المشاريع، انت عارف 95% في مشاريع العالم ديلاي، متاخره عن التنفيذ، لان طبعا في اسباب كتير جدا جدا. يعني احيانا بيبقى السكوب مش واضح، ما فيش تخطيط سليم، البادجت طبعا استيميت مش مظبوطه، فالحاجات دي كلها بتاثر على مده المشروع.
معظم المشاريع طبعا في الميدل ايست وحتى هنا في امريكا بتبدا بدون دراسه كافيه، يعني بدون دراسه جدوى كافيه، فبتضطر بعد كده ان انت السكوب بيوضح وعندك ديتيل ديزاين، تفاصيل ديزاين اكتر، بتلاقي السكوب مختلف تماما، وبتلاقي ان انت المشروع المده بتاعته زادت 20% 50% وما الى ذلك. تمام. نيجي نتكلم في كبدايه برضو كدردشه على المسار المهني لمهندس التخطيط، خاصه ان احنا في مجال البروجكت مانجمنت وجدنا اقل حاجه الاربع سنوات الماضيه كان في طلب كتير قوي او صفه كبيره على مهندسين التخطيط، وفي فكره مغلوطه ان مهندس التخطيط هو مهندس بس رابطنا بالسكيدولينج، ان هو يكون مهندس متميز بالمرافيره او ان هو يشتغل بالمرافيره، فانا اعتقد ان هو غير ذلك او يعني مش كافي، يعني موضوع ان هو يكون بالمرافيره فقط. فهو ايه المسار المهني لمهندسين التخطيط؟ يعني ايه المسار اللي هو يقدر يمشيه شامل مؤهلاته او ايه الشهادات المطلوبه او ايه الخبره المطلوبه عشان نطلق عليه مهندس تخطيط؟ يعني انا هحكي لحضرتك يعني حاجه ظريفه جدا. احنا اول ما تخرجنا من هندسه المنصوره فكان زمان بتنزل الوظائف في اهرام الجمعه الصفحه الاخيره، وكان من ضمن الطلبات مديرين مشاريع في مصر، منهم مشروع عاده السكه الحديد في الامطره شال. فانا وزميل لي قدمنا على مديرين مشاريع واحنا لسه اصلا مخلصين الجيش وما عندناش اي خبره، وكان اللي بيعمل الانترفيو يعني ناس من هيئه السكه الحديد والهيئه العربيه للتصنيع، والامتحان كان كله ديزاين واناليسيز وكلام من ده. فكنت انا وصاحبي اكتر ناس يعني ملمين بالكلام ده اللي احنا لسه متخرجين جداد. فاحنا دخلنا الانترفيو لقينا الناس اللي موجوده كلهم اكبر مننا ب 20 25 سنه، فقلنا ايه نجري ونمشي من الميتنج. فقال لا تعالى نقعد. فدخلنا الانترفيو احنا الاثنين بس اللي نجحنا، وعينونا انا وهو كل واحد مدير مشروع. طبعا انا قعدت شهر واحد ومشيت لان انا ما عنديش خبره في اداره المشروعات، ما عنديش خبره في التنفيذ، وازاي مهندس حديث تطلع تمسكه مدير مشروع مباشره بدون ما يتعلم ويتدرب. فانا سبت المشروع بعد شهر والتحقت بالمقاولين العرب كمهندس فني، وبدات اشتغل في منظومه يعني اداريه اتعلم من مديريني واتعلم السيستم واتعلم شغل التنفيذ. فانا بنصح اي حد يعني عايز يشتغل في مجال التخطيط، هو مجال مهم جدا جدا وخصوصا هنا في امريكا، يعني احنا في ندره في مهندسين التخطيط المحترمين هنا في امريكا. وانا حتى بحاول ان انا اعين ناس من الميدل ايست هنا معايا في المشروع، جبت اثنين الى الان، وان شاء الله بنحاول ان احنا نعين اكتر، بس طبعا بيشترطوا موضوع الاقامه هنا او موضوع الجرين كارد. فربنا ان شاء الله يقدرنا وان احنا نقدر نساعد قدر المستطاع. مهندس التخطيط اذا عنده كواليفيكيشنز يعني عنده ديجري محترمه ممكن تكون في اي مجال، يعني مش سيفل انجينير او اركتكشن انجينير او اي مجال، وعنده خبره عمليه يبقى محتاج شهاده، وعنده خبره عمليه يعني لازم يكون يطلع واشتغل في الموقع على الاقل سنه سنتين ثلاثه كمهندس تنفيذ، بيشوف معدلات التنفيذ، بيبقى فاميليار مع المعدات مع السايت، بيشوف الحاجات بعينيه. يعني انت ما تشوف التنفيذ الاساسات مثلا بعينيك او الفونديشن، تشوف المعدات الطرق معدات اي حاجه، فانت بتبقى مدرك تماما لما تيجي تعمل استيميت ان انت عارف طبيعه المجال وفاهم بتعمل ايه. فيبقى عندك الشهاده وعندك الخبره، وبعد كده بقى السوفت وير، السوفت وير اللي انت بتشتغل عليها، زي طبعا احنا بنشتغل على البريمافيرا وفي مايكروسوفت بروجكت وفي حاجات كتير، بس انا طبعا مركز على البريمافيرا لان هي انتربرايز يعني حاجه مهمه جدا. فيعني بنصح اي زميل ان هو يعني ما يستعجلش ويكون عنده ثقه ويحاول ان هو ينمي قدراته ويحاول ان هو يبقى عنده خبره عمليه. كمان الحاجه اللي بتبقى مهمه جدا اللغات، اذا انت عايز تنافس في السوق المحلي او السوق العالمي، اذا هتنافس في امريكا يبقى لازم تعرف انجلش كويس، هتنافس فرنسا او اي دول من الدول الاخرى يبقى لازم تعرف اللغات ديت، هتنافس طبعا حتى في الميدل ايست الخليج كله بيتكلم انجليزي دلوقتي، يعني معظم الشركات عالميه فلازم تكون تعرف انجليزي كويس. من ضمن تجاربي انا رحت غينيا الاستوائيه، كان المشروعات هناك انا كنت باللغه الفرنسيه والاسبانيه،
وانا ما اشتغلتش باللغه الفرنسيه والاسباني، فبدات ان انا يعني كنت بشتغل من 6 الصبح الى 6 مساء، وباخد كورسات فرنساوي من 6 ل 8، وكورسات اسباني من 8 ل 10، وبحاول استعيد بجوجلز. وكان يعني فتره صعبه جدا، 6 شهور اخد كورسات في اللغات عشان اقدر اعمل الشغل. فده يعني نصيحه بسيطه، ويعني اتمنى ان شاء الله للجميع التوفيق باذن الله. تمام. دلوقتي احنا فهمنا ازاي كمهندس تخطيط يرسم نفسه او يمشي على خطوات ثابته عشان يكون مهندس مميز، عشان يكون قد البوزيشن او الوظيفه او الشغل اللي هو رايح يأديه. تمام. احنا اتكلمنا عايز نفرق كمان ما بين مثلا اليوزرز، يعني في بعض الناس بيشتغل بريمافيرا او يفتح البرنامج ده اسمه يوزرز، يعني مستخدم للبرنامج. ده بيختلف عن مهندس التخطيط اللي هو يقدر يمسك السكوب اوف ورك ويفصصه كده باللغه العربيه، ويعمل ورك بريك داون ستراكشرز، يقسم المشروع ويبدا يحط اناليسيز ويعمل علاقات وفاهم السيكونس اوف ورك، يعني تنفيذ الاعمال ازاي. ده مهندس تخطيط. لكن مش اي حد يفتح برنامج البريمافيرا او مايكروسوفت او الاكسل يقول انا مهندس تخطيط، لا، هذا مستخدم للبرنامج، وهو يختلف عن مهندس التخطيط. تمام.